Yeah. Vallahi zaman. عايزه اقول لك سر يا سالم. ايه يا عبد الرحمن؟ سر ما يطلعش لاي حد. عيب عليك يا عبد الرحمن. بجد؟ عيب عليك يا عبد الرحمن. عارف دي تاني مرة في حياتي اقعد على قهوة. يا راجل. زي بقول لك كده. طب بقول لك يا عبد الرحمن. ايه يا سالم؟ انا عاوز اسالك سؤال. بس ما تقولش لحد برضه. لا مش هقول طبعا. انت امتى اخر مره قعدت مع حد وخدت وديت كده في الكلام ورغيت كده باستفاضه يعني؟ ياه. تصدق يا سالم ان انا فعلا ما قعدتش قعده صفا زي دي من سنين طويله قوي، يمكن من قبل ما اتجوز. دلوقتي بتكلم مع مراتي والبنات بس. بس بيتهيألي إن هيبقى في أعداد زي دي كتير أوي يا سالم. ماشي نبتديها بقى. أنا هعزمك على 10 طاولة. أيوة بس أنا ما بلعبش طاولة من أيام الثانوية يعني مش فاكر أوي. ما أنا هفكرك. هات طاولة يا ابني. حاضر يا أستاذ سالم. بس بقول لك إيه؟ واحدة واحدة وما تضحكش عليا. بص بقى قبل ما نلعب طاولة في موضوع مهم أنا عاوز أكلمك فيه. من ساعة ما كلمتني يا سالم وقلت إنك عايز تشوفني وأنا مستني أسمع أنت عايز تقول إيه. حلو أوي. طب من حيث المبدأ أنت موافق إن ملك وزياد يرجعوا لبعض؟ شوف يا سالم أنا بحب زياد فعلا وعارف ان زياد انسان كويس، ولولا كده ما كنتش قبلت ان ملك تقف معاه في محنته، وكمان ما كنتش قبلت ان انزل اجي قبلك بالسرعه دي. انت راجل جميل يا عبد الرحمن. ربنا يخليك يا سيدي. انا جميل بجد. حس كده بقى انا عندي حل عشان يبطلوا عناد. ما هم العيال الصغيرين لما يخيبوا الكبار بقى يتدخلوا، وانا عندي الطريقه اللي هرجعهم بيها. وايه بقى هي الطريقه دي يا سالم؟ لا دي حاجه تخصني، شغلتي انا بقى. نلعب الطاوله؟